النهارده التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي هيطلق مبادره تكافؤ، والمبادره دي هدفها دعم الطلاب المتفوقين وكمان تسليم منح تعليميه للتعليم الفني والتكنولوجي الشامله ل 200 طالب من الملتحقين بالجامعات التكنولوجيه الجديده. الحقيقه مش غريب على التحالف الوطني الاهلي انه يعمل حاجه زي كده، وخصوصا احنا شفنا ليه مبادرات كتير وادوار كتير تنمويه وتوعويه فاجئتنا بصراحه. يعني التحالف لو كان نشا في ظل مبادره حياه كريمه ونشا في ظل مبادرات خيريه وتنمويه ربما كناش متوقعين انه يخش في مجالات اخرى زي مجالات منح المنح الدراسيه. زي ما عايز اقول لحضراتكم، المبادره دي بيتم تنظيمها وفقا لبروتوكول تعاون موقع ما بين وزاره التعليم العالي والتحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي. خلونا نتعرف على تفاصيل اكتر من هذه المبادره، من سيستفيد منها، كيف يمكن ان تستفيد ايضا من هذه المبادره، وتفاصيل المنح دي هتبقى عامله ازاي. الاستاذ مصطفى زمزم رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي والتنموي منورنا النهارده عبر الهاتف في صباح الخير. صباح الخير استاذ مصطفى. صباح الخير مصطفى. صباح الخير يا استاذ. اهلا بك يا استاذ مصطفى، منورنا دايما يعني. وحابين نعرف منك في البدايه يعني مبادره تكافؤ ايه الهدف منها، كلمنا اكتر عن هذه المبادره. الحقيقه النهارده التحالف الوطني للعمل الاهلي من خلال مؤسسه صناع الخير وبالشراكه مع وزاره التعليم العالي وكافه الشركاء من القطاع الخاص بيدشنوا رسميا مبادره تكافؤ لدعم توازن و عدالة في الفرص التعليمية لطلابنا من التعليم الفني والتعليم العام الملتحقين بالجامعات التكنولوجية. ويمكن على مدار الشهور الماضية تم مقابلات شخصية لكل الطلاب المتقدمين فور إعلان المبادرة، وتم اختيار الطلاب الأكثر تفوقا وتميز من كافة المحافظات اللي بيدرسوا في الجامعات التكنولوجية اللي تم إنشاءها بعد توجيه السيد الرئيس بدعم التعليم الفني العالي في كافة التخصصات اللي بيحتاجها سوق العمل. وده النهاردة إن شاء الله يمكن بنشهده بعد ساعات قليلة في تسليم أول 200 منحة دراسية لمدة 4 سنوات، تكلفة يمكن تتجاوز 10 مليون جنيه لل 200 طالب. وإن شاء الله يمكن النهاردة هنعلن أيضا عن توسعة المنح وزيادة العدد المقبولين في الأعوام القادمة لأكثر من 10,000 طالب على مستوى سواء الجامعات التكنولوجية أو الجامعات الأخرى المهتمة أو المتخصصة في التعليم الفني لاحتياج السوق المصري لهذه الشريحة من طلابنا المتميزين اللي يمكن أصروا على استمرارهم في التعليم العالي بعد انتهائهم من مرحلة التعليم الثانوي الفني أو الثانوي العام كمان، لأن يمكن طلاب الجامعات التكنولوجية بينقصوا يمكن 80% من خريج التعليم الفني و 20% صحيح من خريج الثانوية العامة. وده الحقيقة يمكن النهاردة أول 2 مليون بيسلموا لأول عام لطلاب مرحلة الفرقة الأولى مصاريف الترم الأول والترم الثاني. وده يمكن عشان كمان كنا أعلنا مؤخرا عن إطلاق المبادرة، بيتم النهاردة إن شاء الله كمان من ضمن المفاجآت للطلبة هو تعاون ما بين التحالف الوطني ممثل في صناع الخير ومبادرة ابدأ عشان كمان نبدأ يكون في اندماج لهؤلاء الطلاب في سواء الاجازات الصيفية او بعد التخرج في سوق العمل وانخراطهم في تدريب عملي في بعض الشركات والمصانع المجاورة لهذه الجامعات. وده الهدف ان احنا نخرج كوادر فعلا، لان احنا بقى عندنا للأسف تراجع كبير في العمالة الفنية المتخصصة والمدربة بأعلى وسائل التكنولوجيا. والحقيقة الجامعات دي بتنقذ شريحة كبيرة جدا من هؤلاء الطلاب، ان هم كانوا بيتوقفوا عند التعليم الفني الصناعي في الدبلومات فقط او يلتحقوا بعض المعاهد اللي هي المتوسطة. صحيح. طيب استاذ مصطفى، يعني انا عايز اتكلم حضرتك عن التحول في استراتيجية العمل الاهلي. يعني انتوا كنتوا بداتوا بشكل ان احنا بنعمل اعمال ليها علاقه بالاسره المصريه، المجتمع المصري اللي بيحتاج، بنعمل بطاطين، بنعمل بنوفر اشياء ليها مبادره ليها علاقه بمبادره حياه كريمه، وتحول الامر لدعم الطلاب في مراحلهم الدراسيه. ده توجه ولا ده اللي بيحصل النهارده في المبادره دي استثناء؟ ولو توجه ممكن نطوره ازاي؟ خليني اقول لحضرتك ده سؤال مهم جدا يا استاذ مصطفى، لان استراتيجيه الدوله ب 2030 يمكن مبنيه على اسس علميه، وعشان نكون برضه احنا بنتكلم حتى لو احنا عندنا ظروف اقتصاديه صعبه،
لكن لو مفيش دعم لهيئة التعليم ولطلابنا. نشكرك أستاذ مصطفى.